وللمزيد من إلقاء الضوء على المشهد الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة القدس المحتلة الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. حياكم الله. حالة من الجدل أستاذ راسم يتناولها الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بشأن تصاعد الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو واتهامه بالفشل الذريع في هزيمة المقاومة واستعادة الأسرى، كيف تقرأ هذا المشهد الداخلي الصهيوني؟ نعم، هناك تعمق للأزمة داخل المجتمع الصهيوني وداخل المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهة والمؤسسة السياسية من جهة أخرى. هناك اتهامات لنتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتركهم يموتون في الأنفاق الموت في قطاع غزة، ونتنياهو يريد أن ينقل المعركة إلى شمال قطاع غزة، ولذلك اليوم نشهد مظاهرات عنيفة تجري في هذا المساء سواء في تل أبيب أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية وكذلك ما العديد من المدن ويقطعون شوارع رئيسية، وهذا يدلل على أن هذه المظاهرات التي تتصاعد وتشارك فيها المعارضة السياسية والمباحثات التي تجريها المعارضة من أجل إسقاط حكومة نتنياهو حتى هذه اللحظة لا أعتقد بأن تلك المظاهرات هي قد وصلت إلى نقطة الانتصار في الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو في الجانب الحكومي حتى هذه اللحظة يعتمد على 64 صوتا، منها صوت جالانت الذي يسعى نتنياهو إلى إقالته وربما إخراجه من الحكومة لأنه يعتبر جالانت هو خارج إطار هذه الحكومة ولا يلتزم ببرنامجها في هذا الاتجاه، ولكن واضح أن هذه المعارضة لا تمتلك رؤية ولا تمتلك برنامج في هذا الاتجاه حتى تتمكن من إسقاط حكومة نتنياهو. والكنيسة الإسرائيلية دخلت في هذه الأيام، هي دخلت في العطلة الشتوية للكنيسة، لا يمكن أن يكون هناك حجب ثقة عن الحكومة الإسرائيلية، ولذلك نتنياهو سيستمر في هذه الحرب العبثية في قطاع غزة والتصعيد. ونتنياهو أصلا يتمنى أن هؤلاء الأسرى هم يشكلون عبئا بالنسبة له، وبالتالي إذا تخلص من هذا الملف فهو سيزيح عن كاهله هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة وصداع الرأس الذي تسببه له تلك المظاهرات وأهل الأسرى. ولذلك نحن نشهد في المؤسسة العسكرية استقالات غير مسبوقة تصل إلى أن حد أن رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي يقول أنه حتى نهاية هذا العام سيقدم استقالته، وسبق ذلك استقالة رئيس الوحدة 8200 يوسي شريئيل، وهذه ليست الاستقالة الأخيرة، ومسؤول الشرطة كلية الشرطة في مدينة القدس قد استقال، وبالتالي نحن نشهد تصدعات كبيرة جدا داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى الخلافات الواسعة مع نتنياهو وحكومته في هذا الاتجاه. هل يمكن التعويل على هذه الخلافات أستاذ راسم في التأثير على الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة والقرار باتجاه الحرب؟ يا سيدي، إذا حسمت المؤسسة العسكرية قرارها يمكن التأثير، ولكن المؤسسة العسكرية هي تخشى أن ما تخشى أنها هي متهمة بعملية الفشل الأمني والاستخبار في 7 أكتوبر والهزيمة التي لحقت بجيش الاحتلال، ولذلك هي لم تنجو من عملية المساءلة والمحاسبة في هذا الاتجاه، وبعض القيادات العسكرية اعترفت بمسؤوليتها عن الفشل الأمني والاستخباري، وبرر رئيس الوحدة 8200 استقالته بأنه فشل في التنبؤ الاستخباري والأمني فيما يتعلق بالحرب 7 أكتوبر والوصول إلى منزل رئيس زعيم حركة حماس يحيى السنوار في هذا الاتجاه، ولكن الأساس أن هذه الوحدة أيضا كان هناك فشل في منع عملية الأربعين التي رد بها حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، ولذلك بدون أن تحسب المؤسسة العسكرية قرارها ويكون قرارا واضحا بالاستفاض ضد نتنياهو، فأعتقد أن نتنياهو قادر على الهروب إلى الأمام وتصدير أزماته من منطقة إلى منطقة أخرى. هو الآن يريد أن ينقل الحرب من قطاع غزة إلى الشمال كما قام بعملية النقل إلى الضفة الغربية، ولذلك هو قادر على
أن يضع المعارضة في مأزق في هذا الاتجاه أيضا، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو يحتاج إلى تنسيق الخطوات، ويجب أن يكون موقف منسجم ما بين المعارضة السياسية وبين أهالي الأسرى، بالإضافة إلى الحيازة للمؤسسة العسكرية إلى جانبه. أستاذ راسم، وزارة الخارجية النرويجية وجهت دعوة عالمية للاعتراف بدولة فلسطين، أصبح هناك مقعد للدولة في الأمم المتحدة، وفي محاولة لقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة، خاصة أن نتنياهو ينتظر وصول ترامب للحكومة الأمريكية، وبالتالي العودة لتطبيق بنود صفقة القرن، وبعد أن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومسألة ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. هل تتوقع بأن هذه الخطوات العالمية والاعتراف الدولي من الممكن أن يقطع الطريق فعلا على تطرف الحكومة وإجراءاتها المقبلة؟ لا سيدي، أنا من وجهة نظري لا يمكن الوثوق بالمجتمع الدولي ولا بالمؤسسات الدولية. أصلا محكمة الجنايات الدولية التي هي يجب أن تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وزير حربه جلن، تمارس عليها ضغوط بريطانية وأمريكية وفرنسية وألمانية من أجل أن لا تصدر مثل هذه المذكرة. والإدارة الأمريكية تقول حتى لو صدرت مذكرة باعتقال نتنياهو جلن فإنها لن تلتزم بقرار محكمة الجنايات الدولية. وأنت ترى محكمة العدل الدولية والتي كانت في 26 كانون ثاني، والتي توجهت فيها جنوب أفريقيا بتهم لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، حتى هذه اللحظة لا، حتى الإجراءات المؤقتة التي صدرت عن تلك المحكمة وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعرقلتها. وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رأينا أن هناك 149 دولة في هذا الاتجاه، وعدد قليل جدا صوت ضد عضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية قالت لأنها تسمح بإقامة دولة فلسطينية إلا من خلال أن توافق إسرائيل على إقامة هذه الدولة، وبالتالي هي لجأت إلى مجلس الأمن الدولي واتخذت حق النقد الفيتو في هذا الاتجاه. ولذلك لا تعويل على كل هذه الخطوات هي جزء من عملية نضالية، ولكن هي لم تثمر في ظل الهيمنة على المؤسسات الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الغرب للاستعمار. وهي جزء من العجز العالمي في فرض وقائع على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية، وكان من النادر يعني حتى في العقود الأخيرة أن تحصل حرب بهذا الشكل وتستمر بدون تحقيق أهداف واضحة وحاسمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي. وبالتالي أستاذ راسم، هناك طروحات أو خطط يطرحها الاحتلال في بعض الصحف كما جاء في هآرتس قبل أيام، حول نية إسرائيلية لاستيطان شمال القطاع، قطاع غزة، وبالتالي هذه المحاولات هل هي بالونات اختبار؟ هل هي مزودات داخلية؟ هل هو خطاب موجه للأحزاب وللجمهور الإسرائيلي؟ أم أن هناك نوايا حقيقية باتجاه إعادة الاستيطان والاحتلال المباشر؟ يا سيدي، في شباط من العام الحالي عقد مؤتمر في مدينة القدس، حضره 12 وزيرا و15 عضو كنيست، وكان عنوان المؤتمر الطرد والتهجير يجلبان الأمن والاستقرار. وهذا المؤتمر الذي قام عليه بن جفير وسموتريتش هو يدعو إلى الاستيطان في ليس في الضفة الغربية وتهويد الضفة الغربية، بل يدعو إلى العودة إلى الاستيطان في المستوطنات التي جرى إخلاءها في فك الارتباط في 2005 في قطاع غزة. ولذلك هناك خطط في هذا يتم وضعها من أجل طرد وتهجير أكثر من 200 ألف مواطن فلسطيني في شمال قطاع غزة، والقيام بالعودة إلى الاستيطان في تلك المناطق من خلال التجهيزات العسكرية التي تجري هناك، بالإضافة إلى تعبيد الطرق وأيضا تعيين حاكم عسكري لقطاع غزة في هذا الاتجاه العاد جورن، والذي يطلب منه هذا الحاكم العسكري الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والاتصال بهيئات محلية خارج إطار الحكم وسلطة حماس القائمة في قطاع غزة. ولذلك هذه النوايا ليست في مجال الاختبار، بل هناك هذه الحكومة
وهؤلاء المتطرفين هم لديهم نوايا حقيقية في أن يكون هناك العودة للاستيطان في قطاع غزة، وهذه الطروحات هم ينتظرون ردود الفعل الدولية على مثل هذه الطروحات التي يتم يقومون بطرحها. وأنا أعتقد بأن هناك مخططات جدية وحقيقية في هذا الاتجاه، ولعل تمسك نتنياهو فيما يسمى بمحور فيلادلفيا، والذي بات يقول نتنياهو أنه سيشكل ربما إقامة المعبد الثالث من خلال السيطرة على هذا المحور، وأن له قيمة سياسية واستراتيجية، وأنه سيعيد شريان الحياة لأمن دولة الاحتلال، رغم أن كل القيادات الإسرائيلية تؤكد أن محور فيلادلفيا لا قيمة له في تلك القضايا التي يطرحها نتنياهو، وإنما إشاع عن عملية تهريب السلاح بأن عمليات التهريب تجري من فوق الأرض وتحت الأرض وليس من خلال الأنفاق، والادعاء بأن مصر لا تقوم بدورها في هذا الاتجاه. نعم، هذا كلام مهم أستاذ راسم، وفي الحقيقة يدفعني للسؤال عن كيف نواجه نحن الفلسطينيين الشعب يعني شعبيا ورسميا هذه المخططات التي كما تفضلتم سيمضي فيها على كل الأحوال ستمضي بها الحكومة، سواء كان حصلت حرب أم لم تحصل، ولكن الآن ولا سيما أن هناك حرب مع قطاع غزة واستفراد بالقطاع وبالمقاومة هناك، وبالتالي هناك شهية مفتوحة إسرائيلية لمزيد من القضم والاستيطان وفرض وقائع جيدة، وهناك رسائل بعدة اتجاهات في الحقيقة، ومخاطر حتى تحيط ليس فقط بالضفة الغربية والقدس، إنما حتى بالدول المحيطة كالأردن وغيرها. برأيك هل لدينا خطة لمواجهة هذه المخططات على الأقل شعبيا ويعني رسميا بالقوى الناعمة؟ يا سيدي، على المستوى الشعبي الجماهير تقوم بدورها في هذا الاتجاه، وحتى قوى المقاومة هي تتصدى لهذه المشاريع والمخططات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ونحن نشهد مقاومة فلسطينية وصمود شرس في هذا الاتجاه. نحن ندرك أن هذه على المستوى الرسمي حتى هذه لا يوجد لا برنامج ولا رؤية ولا استراتيجية لكيفية مواجهة هذه المخططات. إذا كان الدم الفلسطيني قد زاد عن 41 ألف شهيد و95 إلى 96 ألف جريح عدا عشرات المفقودين، ولم يدفع تلك صناع القرار إلى نبذ وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار مجابهة المشاريع والمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من كل جوانبها، ولم تستنهض الجانب العربي الرسمي أيضا المستهدف من هذه المشاريع والمخططات. وعندما يتم تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه في إطار الهندسة الجغرافية والديمغرافية في الضفة الغربية إلى الأردن، فهذا يعني مشروع الوطن البديل وضع حد ونهاية لمشروع ما يسمى اتفاق وادي عربي. وكذلك في استمرار السيطرة على معبر أو محور فيلادلفيا، هي يقول بأنه قد انتهى مفعول اتفاقية كامب ديفيد بعد 44 عاما، وكذلك السعي إلى أن السلطة الفلسطينية لم تعد حاجة أمنية لدولة الاحتلال، وبالتالي هي تنهي اتفاق أوسلو الذي لم يتبقى منه سوى التنسيق الأمني أو بروتوكول باريس الاقتصادي. ولذلك الجانب الرسمي هناك قصور كبير في هذا الاتجاه سواء كان فلسطينيا أو عربيا أو إسلاميا، وبالتالي الجانب الشعبي والمقاومة الفلسطينية هي تقوم بدورها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. هناك صمود، هناك عمليات نوعية تجري على طول وعرض مساحة فلسطين التاريخية، وبالتالي الحالة الشعبية الفلسطينية تحتاج إلى قيادة من مستوى التحديات التي والمخاطر التي تواجه شعبنا وأمتنا العربي. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ راسم عبيدات الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من مدينة القدس.